لي اول مره في هي وبس هنعمل فاشن شو للبنات. التصميم والافكار والالوان وكل الحاجات نرمين سليمان هي المسؤوله عنها. انت منورانا. ثانك يو. ميرسي يا رضوى. نرمين البراند تاك اسمه ديزل. ديزل ديفا. ديفا صح كده؟ ده للبنات بس. بنات بس. طب قبل ما هنبتدي الفاشن شو اللي معانا دلوقتي، احنا معانا خمس هدايا لاول خمس ستات هيخشوا على الهوا ناخد لبس كده حلو قوي لولادنا او اطفالنا او بناتنا تحديدا عشان دي ما فيهاش ولاد. احنا هنبدا الاول يا جماعه بالفاشن شو عشان انا هموت والاطفال تخش، فممكن ندخل لو سمحت بالاطفال وبالمرحب مرحب بنرمين. انت منورانا النهارده، دي تاني مره. أيوة. انت تكوني موجوده معانا ضيفه عزيزه صح؟ مظبوط. اول مره احنا كان معانا كولكشن شتوي شتوي في الشتاء اللي فات، والنهارده معانا الكولكشن الصيفي. يا حياتي انا انت رايحه فين؟ ايوه قالوا لي عند العلامه. يا حياتي يا روحي. ده ايه ده بقى؟ ده كاش مايو ولا ايه؟ لا هو ده دريس يعني ينفع في الساحل بقى وهي نازله بالليل مثلا لو مسافرين الساحل او كده. يبقى حلو قوي في الحاجات السمر بتاعت بالليل دي، بنحاول. فظيعه فظيعه. تعالي ممكن تديني بوسه لو سمحتي، عايزه كيس. تماره. اسمها تماره. نعم تماره. أيوة. دخلونا يا جماعه اللي بعده. تعالي هاتي بوسه. يا حياه قلبي انا يا روحي. فظيعه فظيعه. بصي تماره شيك ازاي. احنا يا جماعه من فضلكم نفتح التليفونات علشان الستات بتوعنا ياخدوا حاجات حلوه زي دي. يلا اللي بعده اتفضلي يا استاذه تماره. ثانك يو. اوه واو 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 فظيعه. هاي. هما بيدوروا على علامه. ايه ده بقى استاذه؟ ده دريس وعاملين عليه كيب سكيرت. يعني okay. عشان نحاول نخليهم، هما بيحبوا يلبسوا دريسز قوي فبنحاول نخليهم يعني لوك ترندي كده قصير. أيوة. على فكره شويه. بنحاول نسرعهم شويه. ممكن بوسه؟ انا عايزه بوسه. ليلى ليلى ممكن كيس؟ يا روحي انا. انت عندك كام سنه؟ 5 and a half. اوكي يور نيم از ليلى. يا روح قلبي انا يا خرابي فظيعه. يلا اتفضلي. اللي بعده الشباب لو سمحتوا عايزين ندخلوا كده كلهم، انا عايزاهم كلهم هنا في حضني من فضلكم. هنحط التليفون عشان انا مش شايفه التليفونات على الشاشه بليز. يا خراب ابيض. يا فظيعه. لا وبتلف رهيبه. انت اسمك ايه؟ تيا. اسمها تيا؟ تيا. انا عندي تيا، انا بنتي الكبيره اسمها تيا. تيا وتماره. انا عندي تيا وتماره. انت عارفه. ايوه. بتعمل لهم حاجات قد كده. فظيع. طب بقول لك يا تيا ممكن كيس لو سمحتي بوس. خلاص يا مادموازيل تيا. مادموازيل تيا. يا تيا. طيب تيا ممكن توريني السكيرت بليز؟ ممكن تيجي توريهوني هنا؟ ده ايه بقى؟ ده عباره عن ايه؟ ده بنطلون وعليه رافل توب. بتعملي لهم رافل؟ بتعملي لهم يعني هو بصي الكيدز بيب. هو يا ناس. هاي. انت عندك كام سنه؟ هو اولد ار يو؟ 5. 5 برضه؟ وانت بتحبي اللبس ده؟ اوكي. طب عايزه كيس، عايزه كيس، عايزه كيس. يلا جو. ثانك يو. اللي بعده شباب، اللي بعده انا عايزه بسرعه اقفل هديه. انا عايزه اقول لك هتجنن عليهم كلهم كلهم. يا خرابي على الحلاوه. ايه ده؟ ده جامب سوت بقى. ده سالوبات بقى. ده سالوبات. ده انت عاملاه ازاي ده؟ مين كده؟ يعني بنحاول برضو يعني يبانوا ان هم زي الكبار كده شويه. فظيعه. يعني فظيعه. ايه 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 الفتحات دي؟ ايه ايه الحركات دي؟ ايه ده؟ بنحاول نصيعهم شويه. انت صيعتيهم جامد. لا لا انت صيعتيهم جامد. ممكن بوسه؟ ناديه. هاي. تعالي. هاي. هاي. حلو اللي انت لابسه ده؟ ها؟ حلو؟ وانت حاطه حاجات كده بتلمع وحركات على وشنا؟ انت اسمك ايه؟ ناديه. ناديه ايه اللي انت لابساه ده يا ناديه؟ الشوز بتاعتك دي جايباها منين؟ ها؟ دخلوا اللي بعديها، دخلوا اللي بعديها يا جماعه. ايه؟
بابايا جابها لي. طب وانت عاجبك السرابيطه؟ ها؟ طب يا خرب. اوه 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 ايه بقى ده؟ افهم افهم. تعالوا تعالوا هنا تعالوا هنا يا حبايبي. بص يا جماعه الشياك ده ايه؟ شورت جينز ده؟ ده شورت بس احنا معانا بقى توب. بصوا الحلاوه دي. لعنه دي بنتي. ايه 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 الحلاوه دي؟ ايه يا جماعه؟ ماذا يحدث في الفاشن للاطفال؟ تحطيها شورت عشان لو حابين يلعبوا ما يبقاش يعني يبقوا عادي براحتهم يعني. انت بتهزري؟ لا لا انت بتهزر. الست دي ده وده ايه؟ دي توب رافلز وتحتيها سكيرت عاملينها وتحتيه شورت عشان لو حابه يعني تلعب ما يبقاش مثلا حاجه لابسه حاجه ترانسبيرنت. والاستيك ده مش لازق في ال لا ده سيبريت عشان ده لو عايزه تلعب تقلع السكيرت مثلا ما يبقاش حاجه مقيداهم يعني. اوكي. ايه ده؟ ايه اللي جابك هنا؟ ها؟ ها؟ تعالي تعالي يا روح قلبي. ايه بقى دي؟ بتهزري؟ بتهزر. احنا وكان وارد بقى التوب دي رافلز على شورت بقى على بنطلون على سكيرت يعني. لو رفعنا أيوه؟ كده اوبا اوبا ونرفع معلش ده شويه كده. عيب كده عيب كده. بصوا 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 القمر ده من اعمار ايه لايه؟ ثانك يو يا بني. اتفضلي. ثانك يو ثانك يو. ده من اعمار ايه؟ الرافل ستوب دي بتبدا معانا من سنه، ما بنقدرش نعملها اصغر من كده طبعا عشان بتبقى مؤيده قوي في اللبس. اوكي. لكن اي حاجه ثانيه عادي بنقدر نعملها مثلا من 6 مانث يعني او 6 شهور. انا بشوف الصوره عندك وبتختاري مقاس وبختار وانت بتنفذيها بناء عليه. والالوان هي يعني انا لو عجبني حاجه وعايزه لون ثاني تعمليها ولا لازم يكون نفس لا اللون؟ لا لو في لو الماتيريال لو ماتيريال فيها الوان بنقدر نلعب في الالوان عادي. هم كلهم عند العلامه وبيوقفوا يا جماعه. والله عاجبني الاداء. والله برافو. ايه التحفه ده؟ ايه ده بقى؟ ده بقى ممكن يعني ممكن في فرح مثلا، ممكن في مناسبه، كاتب كتاب يعني حاجات كده ايفنينج يعني وير. يا حرامي على القمر. هاي ليلى. هاي ليلى. حلو الدريس اللي انت لابساه؟ حلو؟ يس ثانك يو يا روحي. لا 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 بقول لكم انا كنت في الكوريدور بره كنت منبهره. منى. ايوه. ازيك يا منمونه؟ الحمد لله. عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله كويس. اتفرجتي على الحاجات اللي حصلت دي؟ طيب وايه اللي عاجبك؟ اللي هو الاسود الاخير ده عاجبني، هما كلهم الحقيقه يعني كويسين. طيب يعني هم ليهم حريه الاختيار صح؟ ممكن يختاروا. طيب خلاص منى انت حبيبتي اول واحده. انت عندك بنوته عندها كام سنه يا ماما؟ عندها 7 سنين. يا روعة قلبي. اسمها ايه؟ ماري. اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ مريم. مريم ربنا يخليها لك يا روح قلبي. خليكي معايا عشان ياخدوا بياناتك فول كنترول. مبروك عليكي يا منى. لمريم هدية بتاعتها كده واحده من الاربعه. فاضل معانا 4 هدايا من الكولكشن بتاع نرمين. معانا ايه بقى الفاشينيستا الموديل اللي داخله على لا 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 ما اقدرش على الحلاوه دي. لا لا ما اقدرش. لا نرمين يجننوا. لا دي موديل فاهمه هي بتعمل يا ولد يا ولد فاهمه هي بتعمل ايه. لا لا طب تعالي وريني كده نتكلم عن اللي انت لابساه. انت تيا صح؟ دي تيا ها؟ تيا. هاي تيا اجين. ايه الحركات اللي انت لابساها دي؟ ها؟ ايه ده؟ ايه التوب ده؟ ايه التوب ده؟ قولي لي. مش عايزه تقولي لي. طب قولي لنا انت يا نرمي ايه ده؟ بنطلون عاملين له فتحه؟ وعاملين له فتحه مريح جدا في الصيف ومش بيحررهم طبعا. يعني بنحاول برضو نخليهم يعني يبقى مريح وفي نفس الوقت شكله ترندي. وده تعملي منه كل الالوان؟ كل الالوان وكل مقاسات يعني. البانتس ده بينفع لف لف. ايه الحلاوه دي؟ اتفضلي اتفضلي. انا منبهره بصراحه. مش عارفه هموت من الفرحه. الله هواي بقى ده هواي جدا.
يا روح النوم، انت ده كم سنه؟ نادية 6 وصوفيا 5. فظاع ده بس ده يعني ده الخروجات اللي ايه بس يعني مثلا صوفيا ممكن نلف كده نلف عيد ميلاد يعني صوفيا لفي صوفيا صوفيا لفي كده يعني صوفيا ممكن عيد ميلاد برضو نادية الدراس اللي هي لابساه ممكن عيد ميلاد ممكن حاجة مثلا رايحة برضو مناسبة الصبح مثلا فينفع حاجة كده فوق لا مين خطار عايزة أقوم أبوسهم ثانك يو ميرسي يا روحي وده برضو من أعمار إيه؟ الدراس برضو من سنة الأوتفيت اللي هو العيد ميلاد ده برضو يعني ستارتنج سنة برضو الأعمار عندك لحد مامي يعني انت تعملي للام وبنتها ما تهزريش والله بنعمل لمامي كمان اهلا اهلا يا خرابي فزاع هاي بس هما جايين هما جايين خلاص هاي هاي اهلا 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 تعالوا كده ايه بقى يا استاذه اللي انت عاملاه ده ناخد واحده واحده ها ده دريس برضو وان شولدر وفي رافل من الجنب ده دريس مش شورت مش سلوفيت لا دريس اوكي برضو ينفع عيد ميلاد ينفع خروج مناسبه يعني على حسب فظيع ولانا برضو لابسه دريس ينفع ينفع بقى عيد ميلاد اكتر بس ده يعني هو جامب سوت ودريس يعني الاثنين في بعض ده بجد مش هزار تحفه وممكن البس عليه اي يعني ممكن البس عليه لبني طب ولا هو فيه ولا انت ملزقاه فيه لا من غير هو ممكن بقى المامي تلبس تلبس اي كولر من الجامب سوت زي ما هي عايزه طب لو انا مامي وعايزه زي ده ينفع مثلا تعمليه تحت الركبه ينفع تعمليه تحت الركبه زي ده ثانك يو شكرا ميرسي احنا معانا حاجه تانية ولا كده فاضل واحدة بس كده معانا طيب طب ناخد مرثاء مرثاء صح كده؟ مرثاء ازيك يا روحي؟ ازيك عاملة ايه؟ الحمد لله كله تمام قولي لي عندك بنوتة عندها كام سنة؟ عندها 8 شهور كده يا روحي 8 شهور عندك لا حاجه لا بنعمل لها طبعا اوكي طيب عجبك اي حاجه في الكولكشن ده انا كان عاجبني اللي هو اللي فيه الابيض اللي كانش من فوق من على الكتف ده اللي ساقط ده الملون اوكي طيب خلاص ماشي خليكي بقى معايا علشان ياخدوا البيانات بتاعتك حبيبه قلبي في الكنترول كده فاضل لنا 3 هدايا من الخمسه كنت اهي داخله علينا داخله علينا اخر واحده اوكي هو بيجي فستان الفلويد عامل بس الصغنانه كانت خايفه تخش ايوه تعالوا طيب تعالي بس افهم ايه اللي انتوا عاملينه ده ايه اللي انتوا عاملينه انتوا بتهزروا يا جماعه ايه ده ايه ده بصوا الحلاوه اسمك صوفيا ها ايش عندك كام سنه يا صوفيا تعالي كده يا حبيبه قلبي عندك 4 عندك 4 ها ده انا بنتي لما هيشوفوا الفقره دي هيبهدلوني لا نعمل لهم اللي هم عايزينه حبيبه قلبي انت مبسوطه يا صوفيا من اللي انت لابساه ده حلو ها حلو هي مكسوف اتفضلوا ده الكولكشن الصيفي عامله مايوهات بقى او حركات او كنا عاملين مايوهات في الصيف طبعا وعاملين كاش مايو وحاجات كنا شغالين عليهم السمر بس اقنعتي بناتي ازاي بالاعمار دي ان هم يجوا يعملوا لنا الفاشن شو العظيم ده يعني هم شويه بيحبوا اللبس وان هم حابين نفسهم في اللبس مش لابسين حاجه تراديشنال او زهقانين منها فهم حابين يعرضوا او يعملوا ايوه يا استاذه يعني بنات دي بنات صحابك ولا مش بتعرفيهمش عايزه اقول لك ان نصهم كلاينتس بنات كلاينتس زباين والله العظيم يعني ثلاثه منهم تقريبا او اربعه كلاينتس برافو من كتر ما هم بيعرضوا يعني بيتصوروا الحاجه بتبقى فتد عليهم ويبقى شكلهم حلو فخلاص اخترناهم ان هم يجوا يبقوا مودلز معانا معايا سلمى معانا سلمى تالت فائزه يا سلمى الو ازيك يا سلمى الحمد لله
عندك كام سنة؟ ازيك روح قلب طنط انتي؟ عندك كام سنة يا روح؟ عندي 12 سنة يا حبيبة قلبي. طب طبعا الكولكشن عجبك صح؟ اه. طيب عايزة ايه؟ نفسك في ايه يا روحي؟ انا عايزة اخر دريس لاختي 8 سنين. اخر عايزة ليكي ولا عايزة لاختك؟ لا لاختي 8 سنين. طب وانتي يا حبيبتي؟ طب ما تيجي نديكي انتي واحد وندي اختك واحد، ايه رايك؟ شكرا بحبك. خليكي معايا عشان ياخدوا بياناتك يا سلمى، ارجوكي ما تقفليش كده. فاضل لنا تليفون واحد بس يا شباب، وشكرا طبعا ليكم. حلوه قوي المكالمه اللي فاتت دي، انه تبقى في اخت عندها 12 سنه بتتكلم عشان اختها اللي عندها 8 سنين، عشان هي عارفه انه المكالمه بهديه واحده بس، فهي اختارت اختها عنها. الله يبارك للأب والأم بتوع سلمى وأختها حقيقي. داخلين الكولكشن الشتوي امتى؟ هيتعرض ان شاء الله نص شهر 10 يعني. خلاص 10 هتعملي فيه نفس بقى الحركات اللي انت عاملاها لنا دي بقى الرافلز بس شتوي شويه. هيبقى شتوي شويه بس لا في رافلز بورد. الالوان هتبقى ايه؟ يعني اللي طالع معانا الجرين اخضر كده دارك شويه. أوكي. ده طالع معانا قوي. اسود طالع من معانا نبيتي. طالع معانا لون روزي كده بس غامق شويه. هتعملوا بقى شورتس وبنطلونات وحركات يا حنونه. حنان الو، ازيك يا حنان؟ الحمد لله. عامله ايه؟ كل سنه. انا مش استاذه رضوى، انا رضوى. ازيك يا رضوى؟ كل سنه ودي طيبه يا روحي. انا بناتي بيموتوا فيكي. ربنا يخليك يا حبيبه قلبي يعني، وانا طبعا بحبك جدا. ربنا يعزك يا روح قلبي. عندنا بعينك انا وبناتي 16 سنه و12 سنه. 11 و12 16 و12 16 و12 صغيره بقى 8 سنين. 8 8 دي اللي احنا هنجيب لها الهديه مظبوط كده؟ ايوه 8 احنا متفقين عشان الهديه، لكن الكبار بيتابعوكي جدا. والنبي بوسيهم لي، بوسيهم لي قد كده، بوسي قد كده. هم كمان بيحبوكي جدا جدا جدا. طب ايه اللي عجبك يا حنونه من الكولكشن؟ اللي هو البنطلون الاصفر والتوب الاسود عليه. دول تحفه. أيوة. هي كل كولكشن تحفه. طيب انت بصراحه حاجتها يعني حلوه جدا. انا عايز الصفحه بتاعتها او الواحد يعرف اسم الصفحه. دازل ديفا. دازل ديفا. واحنا الفريق اعداد عندنا هيبعت لك اسم الصفحه عشان تنقي الهديه اللي انت عايزاها، عشان تنقي بتركيز. اتفقنا؟ طيب اوكي. مبروك يا حنونه، خليكي معايا عشان ياخدوا بياناتك في الكنترول. احنا كده خلصنا الهدايا وخلصنا الكولكشن العظيم ده مع نرمين. الحقيقه انا مبسوطه جدا قد الدنيا بالفقره دي. اولا انا بحب الاطفال جدا جدا جدا، ثانيا لانه دي اول مره تحصل في برنامج هي وبس ان احنا نعمل فاشن شو للاطفال، وان شاء الله هنعمله على طول. نورتينا. ثانك يو يا رضا. والكولكشن بتاعك يهبل يهبل يهبل. البنات زي القمر، فله وجمال، ويا رب دايما مشيكاهم وكده. وانا نصيحتي ليكي، انت ذوقك عالي جدا، الكواليتي بتاعتك هايله، الفينش عظيم. حاولي نعمل للولاد شويه، لانه الولاد عندهم مشاكل حبايبي ان هم مش بيعرفوا يلاقوا صفحات كتير او ناس كتير بتعمل حاجه بالكواليتي ده بالفينش ده. نورتينا يا استاذه. وان شاء الله تنورينا بقى في الكولكشن الشتوي. ان شاء الله. مشاهداتي عزيزات، خلصنا الفاشن شو والكولكشن بتاع الاطفال. خليكم معانا وتابعونا، وما زلنا معاكم وهي وبس.